استاذ هدايه مساء الخير. مساء الخير استاذ لميس، كل سنه وانت طيبه. ايه اللي بيحصل في سوق الموبايل دلوقتي؟ والله حضرتك، سوق الموبايل بيشهد ازمه كبيره جدا لعده اسباب. السبب الاولاني ازمه كورونا وازمه ارتفاع الدولار مع الحرب الروسيه الاوكرانيه، دي نقطه. والنقطه الثانيه اللي بتخلي سوق المحمول دايما في ارتفاع ان هو محطوط تحت بند السلع الترفيهيه. والنهارده المحمول زي ما حضرتك كنت بتتكلمي من لحظات ان هو سلعه اساسيه داخل في المنظومه التعليميه والمنظومه الصحيه، والدوله النهارده بتتحول لدوله رقميه.